حب عبر زوم بواحد او تليفون مجاز زوم عبر التليفون بواحد من النجوم اللي بتعشقه جماهير الكره المصريه بصفه عامه وبصفه خاصه جماهير النادي الاهلي. جيلبرتو، مساء الخير يا جيلبرتو. شرف لي ان اكون مع حضرتك النهارده. طب انا بس بعد اذنكم عايزين نسمع صوت جيلبرتو، وبعدين الترجمه تيجي متاخره ولو لحظه بس عشان الناس تعرف ان جيلبرتو معانا، اكون شاكر ليكو. اخبارك ايه؟ طمنا عليك يا جيلبرتو. انا مبسوط جدا ان بتكلم معاكم، ومبسوط جدا ان عندي فرصه ان اتكلم مع الشعب المصري ومعاكم في البرنامج النهارده. جيلبرتو، الناس كلها كانت مستنيه انك يعني تبقى موجود في الملعب كمدرب او كاداره، لكن مش شايفينك، وانت فين؟ في اللحظه الحاليه انا مدير كوره في بيترو لواندا. طيب، هل حصل اي تواصل بينك وبين اداره النادي الاهلي؟ انت من المقربين لجماهير النادي الاهلي ولا اداره النادي الاهلي؟ هل حصل اي نوع من اي تواصل تكون سفير للاهلي في افريقيا، يكون لك دور في تعاقدات او في اي شيء داخل النادي الاهلي؟ انا متاح لاي دعوه. انا لعبت فتره كبيره في الاهلي وفي تواصل قوي بيني وبين النادي. ولو النادي الاهلي شاف في المستقبل القريب ان اقدر اساعد باي صوره، انا دايما متاح لخدمه النادي، لان في علاقه قويه بين جيلبرتو والاهلي. ولو حصل في اي وقت هيكون توافق ممتاز بيننا وبين بعض، لان في علاقه جيده بيننا. هل انت زعلان ان الاهلي لم يستعين بك حتى هذه اللحظه رغم العلاقه الطيبه جدا بينك وبينهم؟ لا، انا مش حزين. انا شايف ان النادي عمل اداره المناسبه باكبر صوره اللي هو الفتره الحاليه. وانا شايف ان النادي هيشوف لو في اي فتره محتاج لجيلبرتو ومحتاج ان انا اقدر اساهم باي صوره زي ما ساهمت في حياتي كلاعب مع نادي الاهلي. لان انا بمعلوماتي اللي على مستوى العالمي، اللاعبين اللي بيأدوا مساهمة في الأندية بياخدوا مساهمة بصورة أخرى بعد الاعتزال. فأنا شايف إن بعلاقتي مع النادي الأهلي والفترة اللي مضيتها معاهم والبطولات اللي كسبناها مع بعض، فأنا حابب طبعا إن أشارك بمساهمة بصورة أخرى مع النادي. أنا شايف إن عندي الإمكانيات اللي أقدر أضيف بيها للنادي. بالمناسبة يعني مباراة مصر وأنجولا، مصر فازت في لقاء الذهاب 1-0 ثم مباراة العودة، لكن أنجولا خيبت الأمال وخرجت من التصفيات. شايف المباراة عاملة إزاي؟ وما سبب هذا الخروج المبكر للمنتخب الأنجولي رغم إنه يعني بيضم عدد من اللاعبين الجيدين؟ أنا شايف مسألة تنظيم، في افتقاد للتنظيم. في لاعبين ما كانوش متاحين لأنهم يكونوا في القائمة الأساسية للمنتخب. أنا شايف إن سوء تنظيم على مستوى الكيان الإداري. هدي مثل، مصر كسبت أنجولا 1-0.
لكن بعد المباراة اضطرت انها تعمل تغيير فني في المنتخب المصري. كان الكابتن حسام بدري هو المدرب المنتخب، فتم فسخ عقد الكابتن حسام والتعاقد مع الكابتن كارلوس كيروش. ده يظهر ان مصر قد ايه فعلا مهتمة بالبطولة، ودخول كابتن كارلوس كيروش الامور توازنت اكتر واستقرت اكتر، العكس بالنسبة لانجولا. ما كانش في ضغط على المنتخب زي ما كان في مصر. مصر ليها وضع كبير في كرة القدم الأفريقية وبتشتغل في هذا الاتجاه، ومن ناحية تانية أنغولا عندها صعوبات. المدرب عمل شغل شيق وجيد مع المنتخب، لكن محتاج مساندة ومتابعة من عناصر المنتخب الاتحاد. وده أثر على أداء منتخبنا. أنا شايف أن مصر عندها دافع أكبر، وأنجولا ما عندهاش الدافع. مصر محتاجة لثلاث نقاط. نعم، بمناسبة مصر محتاجة لثلاث نقاط، جلبرتو شايف ان المباراة محسومة لمصر ولا ممكن منتخب الانجولي يكون منافس عنيد في هذا اللقاء؟ انا ما اعتقدش ان المباراة هتكون سهلة، لان هيكون انجولا عندها كلمة تقولها، لانها هتلعب على ارضها واحنا عايزين نفوز عشان كمان ننمي كرة القدم عندنا. فمعظم اللاعبين اللي موجودين محترفين خارج الانجولا ما تمش دعوتهم للقائمة الاساسية، فده صعب المباراة على المنتخب اكتر، على المنتخب المصري اكتر، لان في لاعبين عايزين يظهروا انهم عندهم الامكانية ان يكونوا في المنتخب الانجولي لاعبين. جيلبرتو شفت ازاي ماتش الاهلي والزمالك الاخير وفوز النادي الاهلي اذا كنت تابعت اللقاء؟ انا ما تابعتش المباراة، لكن عرفت النتيجة وعرفت ان الاهلي كسب 5-3، وكنت مبسوط جدا لان ده اظهر ان النادي الاهلي لسه عنده كلمته في وتواجده في الدوري، واتمنى انه يكمل على نفس الاداء، لان الاهلي نادي فريق ونادي وفريق اقوياء، وحاجه كويسه انه يكسب في بدايه الدوري وخصوصا قصاد الغريم والتقليدي الزمالك. عدم الفوز بالدوري الموسم السابق ترك زي اثر غير جيد عند الجماهير، لكن بدايه الجيده للدوري بتتخطى اللي حصل في الدوري السابق، ولكن انا شايف ان النادي الاهلي هيبقى قوي في المنافسه الموسم ده. جيلبرتو نجم الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا على تواصلك.